وين كاين؟ بالحمام. قبل الحمام وين كاين؟ استاذي سعيد سمعنا هلا تخلوني اغلاط. وين كنت؟ كنت عند استاذ ديانة. كيلي وين كنت؟ كنت عند الشاب الثاني. هلا بلشت تحكي دغري. شو اخذك على الشاب الثاني؟ شو لك شغل هنيك؟ كنت عند الاستاذ موسى. لا ما كنت عند الاستاذ موسى. شو لك شغل بالشاب الثاني؟ جاوبني استاذي. انا غلطت النعمة. غلطت مستذنب كمان. ولك انت بدك تعمل فتنه بالمدرسه؟ بدك تعلق المدرسه ببعضها مشان طيشك وولدتك وقلت حياك. شو بدي احكي معك؟ خلاص نفش ريشك يا عريف منشان تفلت وتسرب اسئله على حساب كرامتنا. عم تسرب اسئله استاذي. انا غلطت غلطت. انت واحد ما بيتامن فيك. امتى كنت ناوي تخطف ورقه الاسئله ولا شو؟ اخطف ورقه الاسئله استاذي؟ اعوذ بالله انا اخطف؟ امتى كنت ناوي تخطف الورقه؟ جاوبني. قسم برب الكعبه استاذي ما بدي اخطف ورقه الاسئله. انا ما بعمل هالعمله. خاطف شي ورقه من قبل ولا شو؟ جاوبني. خاطف شي ورقه من قبل؟ لك انو اهلين استاذي. لا اهلين ولا سهلين انت وياه ولا خير. شوفي استاذي خير. شوفي ما بتعرفوا. شوفي مالكم دريانين بشي؟ لا والله. شوفي انتوا لكم صاحب اسمه باران ولا لا؟ لكن استاذي عم تشقوا عليه؟ عم تديروا بالكم عليه؟ عم تشوفوا شو لازمه؟ شو عامل الدنيا فيه؟ ايه استاذي انا عم شوفه. كذاب. فيكم باران يا قليلين الناموس ما عم يفطر بالفسحة. لك يا حيف عليكم. حرام يكون على جبينكم نجوم انت وهالطولان. الله وكيلك استاذي ما عنا علم. من وين لوين بده يكون عندك علم وانت داير من استاذ لاستاذ كل همك درجاتك وبس؟ ولا انت يا ابو العز رفيقك باران ما معه مصروف يشتري بالفسحة؟ ما خطر لك تسأل عنه؟ ما خطر لك تقول له محل الكحل بعينك يا سكرت يا ابضاي يلي بتمشي بالمدرسة يا ارض اشتد وما حدا قدي؟ ورب العزة حق صاحبي باران برقبتي. يا حسافة على هيك رجال. بس والله لأكسر لك ألمك مثل ما كسرت لي ألمي. يا ولد ليش هيك ساويت؟ ليش كسر لي ألمي؟ شخوط لي على دفتري. الله لا يوفق هالمقوص. جرسني بالصف. لك بتقوم بتفضح حالك وبتفضحني بأصواتكم العالية بالمدرسة؟ ما عم بعرف أحواك. ما عم بعرف احوال. هلا ما عاد تحواني مشان واحد قليل تربايه هو ورفقاته؟ لك وانت شو؟ ما انت طلعت قليل تربايه اكثر منهم. فشرت. شو قلت؟ ببعث لي قطع لساني. ببعث لي قطع لساني. انا فشرت لك سعيد؟ عم تقول لي لي فشرت؟ والله بنقطع لساني. والله ما كان قصدي. استنى عندك. انت ما عاد تلزمني بهالصف يا ولد. طب اغراضك ووشك عند المدير. انت راسب. اسمعوا يا شعبة أولى، اسمعوا من كبيركم لصغيركم. لك أنا بمسطرة ما بتاخذ غدر بنوب. السكرت والأبضاي يواجهني. ولا بمسطرة صاير أبضاي وعم تعرف تحكي يا نص نصير. وما نحاوينك عنا بالشعبة يا زبالة الشعبة الثانية. أنا زبالة الشعبة الثانية يا نيرد الشعبة الأولى. لك أنا بمسطرة سيد من ضرب بيكار بالمدرسة كلها. واليوم يا قاتل يا مقتول. وانت قلت مقتول. اصحاب ايش كان بيكارك متعود على رسم الدوائر؟ فشعبتنا مالهم دفاتر. ماني ساحب. بتعرف ليش؟ لانك حريمي. ايه حريمي. واليوم روس كتير بدها تتكسر. فشرت. معشري بس عيب. لك ما في حدا بيتكسر راسه بشعبتنا. ولك حريمي. اجا الاستاذ. اجا الاستاذ. سكروا باب الصف. لك شبكون كله شقفة استاذ. حيا الاستاذ والله. ليش تغشش يا ولد؟ استاذي انه انت وكل اساتذة المدرسة مطلعين عني صيت اني بغشش. ما قلنا شي. كل شوي واحد بلمح علي. ما قلنا لا. هنتوني بتهمكم. ما حكينا شي. لك اتركوني بقى. بس شيت انك كل تك عيونك علي عم تنبش فيني. ما حقبلها بنوب بنوب. لك انا تايم قسما عظما اذا ما بتحلوا عني برجع عن التوبة. ها بسرب كل الاسئلة وتشوفوا شي بعمركم ما شفتوه. شنو الشغلة وصلت لراس مناخيري. شو الحل بقى؟ الحل انكم تحلوا عني بقى. حلوا عني خلوني اعرف اخذ درجتي بالحلال. يعني انت ما غششت حدا؟ الله اكبر. عملكم ما غششت حدا. ما غششت حدا. معناها ما عندنا غير حل واحد. تحلف على المصحف. وتغشتوا وعملكم غششت غششت. شو بدكم مني اكتر من هيك؟ امير اخذ 10 من 10 وطاسي اخذ 5 من 10. لا انا 5 وهو 10. كيف عم توفي معك؟ لك طاسي زلمة عقد تعبه بياخد وشان ما بدي بعطيه. لا هلا كلكم صف العاشر صرتوا علي. انا غسوا لك طاسي وهي كلكم علي. استاذ تركوا الولد ما عمل شيء. شو تفضلت حافي افندي؟ مثل ما سمعت الولد ما عمل شيء. أوه على حال.
بسيط، طالب مسكين عم يحل واجباته أول بأول وهو على حال. آمنت بالله على هالنهار يا ولد، عيرنا سكوتك ولا تتحش حالك بش يا مالك فيها، فهمت هاي؟ ليش ما يتحش حاله؟ لأني على حال. سمعنا رو عمو رو، هالفوتة ما أنا قادة، أنا اليوم مو ناوي ابتلي اللي بشي أستاذ. هيدا اللعنة كله منا. كيف عم توفي معه؟ كيف؟ بسم الله وبلش الاختبار، الأسئلة بتبلش من الصفحة الثانية. بدي أحلف برحمتك بس أنت طول عمرك ما بتحبني، أحلف غير بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم واللي خلق الكون بست أيام، يحرم علي النوم طوال ما فيك سؤال فاضي يا اختبار، وما بكون نيرد الصف إذا ما حليتك بإيدي هدول، حبرك ما بيروح هدر يا اختبار، حبرك ما بيروح هدر يا كبير. خلص الاختبار، كنا يحط القلم من إيده، شكله حيروح هدر ورح يحرم علينا النوم كمان. من أين تنصب لي حالك عبري؟ وقاعد عم تقطش وتلحش وتكتب اسماء وتحط جنبها اكسات وتفسد وتقيم من هاد وتحط لهاد. لا استاذ مو هيك القصة. شلون لك القصة؟ قصة انه لك عم تفسد، يخرب بيتك من حالك، رفقاتك هدول رفقاتك بالصف مثلك مثلهم، هن روح وانت روح، مين وانت بالله لحتى تقطش وتلحش وتفسد؟ لك شو عم تساوي انت؟ صار سلطان زمانك؟ لك انت شو بتعرف من النظام؟ شو بتعرف من نظام المدرسة؟ هل كم قانون اللي عم تطبقهم بتعرف غيرهم؟ عينك بعيني بتعرف غيرهم؟ تكتب واجباتك وتحضر وكفاها الله، لخليك هون أكثر من هيك ما بيطلع بإيدك، صار سلطان زمانك؟ وبدك بعد شوي تطلع فرمانات مثلك مثل مدير المدرسة؟ لك أنت طلعت ولا نزلت شقفة طالب؟ لك وين فايت لي هالفوتات ابني؟ خليك هون خليك هون لك ابني، مين ضرب مين شاغب؟ لك أنت شو خصك؟ لك مدرسة هاي فيها قانون وفيها مدير حتى لو فيها مشاغبين. استاذ شوف هاد نايم وانت عم تحكي، شو صار لنا ساعة عم نحكي؟ احكي معك زوز كلام ابن مالك. مرني استاذ يا بحاتم، ما يأمر عليك ظالم. السلام عليكم. عليكم السلام ابو قاسم. عليكم السلام ورحمة الله. شو مالك جاي على غرفة المدرسين ابو حاتم؟ بلا بس في زوز كلام بدي احكي مع ابن مالك. ايه لكن حاستناك هون. ايه ابن مالك. مرني استاذي. انت اي سنة صرت؟ تالتة الفصل الثاني استاذي. ايوه ان شاء الله السنين كلها. الله يسلمك. ودخلك كم مادة منزل هالفصل؟ سبع مواد استاذي، الادفايزر مبحبحها. بدي اسألك كيف درجاتك؟ على العال كفيها الله استاذي. ما شاء الله كان، روح عشغلك. دخلك ابو حاتم لشو كل هالاسئلة هاي؟ مالك شاب مجتهد وشاطر وبيعجبك وناوي اعطي درجة كاملة. شو عم تقول؟ اب مالك تعال عندي لهون. امرك استاذي. انا بيشرفني اعطيك درجة كاملة. انا اخذ درجة كاملة استاذي بيحصل لي الشرف استاذي. لك انا بكلم ولا معلم استاذي؟ يا اب مالك انا اعطيتك اذا الله عطاك. استاذ انا ولي امرك ليكوا على الطريق. استاذ لا كل شيء لاستدعاء ولي الامر. يا اهلا استاذي ابو. لك انت شو انت ولا؟ شو معجون؟ لك يخرب بيتك من حالك، عارفان شو عم تساوي؟ انا هيك ربيتك ولك؟ اعصابك اعصابك استاذي. ولك ابن ابو عصام عم يستدعوا وراه على المدرسه، ولك يخرب بيتك من حالك. استاذي نقعد نقعد نتفاهم استاذي نقعد. يخرب بيتك من حالك، عارفان حالك شو عم تعمل انت؟ ابن ابو عصام عم يستدعوا وراه على المدرسه. يا ابو يا ابو يا استاذي يا ابو يا ابو. هلا لشوف شو حلتها هي، هلا لشوف. لك شبك خلصت خلصت استاذي، نقعد نتفاهم نحل المشكله استاذي. خليه يحكي شو حلتها، شو هالمشكله هي شو حلتها، هات لنشوف. شرب مي بدون ما يستاذن. شرف خلال الحصه. هلا مستدعي وراي مشان شربت مي شربها الولد. يخرب بيتك من حالك.